السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأعرفكم نفسي، أنا صديقكم القمر. عندما أصبح على هذه الصورة أسمى بالتربيع الأول، وسأحكي لكم الحكايات الجميلة في هذا الشهر الفضيل. ها قد مضى يوم آخر من أيام شهر رمضان المبارك، وكان يوماً مليئاً بالخير والبركة. كان كريم يتسلل إلى المطبخ كعادته كل ليلة ليأكل الكثير من الطعام، لكن حين انتبه كريم أنه أخذ صحن أخته بدأ يفكر. قرر كريم أن يتوقف عن الإسراف في الطعام حتى يحافظ على صحته ويكسب الثواب. ها هو كريم في بيته يتناول وجبة السحور من دون إسراف، استعداداً لصيام هذا اليوم. ستشرق الشمس بعد قليل وعلي أن أخلد إلى النوم. أرجو لكم صياماً مباركاً وإفطاراً شهياً. إلى اللقاء.